ولاكم كلكم ما وصلت الشاهد للي وصلت له. كل واحد فيكم من أصغر موظف لأكبر موظف له دور. انتصاراتنا كثيرة، أفراحنا كثيرة، سعادتنا بكشف الحقائق كبيرة جدا، لكن للأسف قتاهة وإزعاجها علينا بالذات كبير وايد. شاهد ما هي مؤسسة إعلامية، شاهد مؤسسة سياسية لإصلاح ما أفسده الزمن من سياسيين الحرامية الكذابين المنافقين المدعين الشرف والوطنية والإسلام، ولا أقصد الدين الإسلامي، أقصد من يدعون أنهم هم الإسلام. رحلتنا طويلة من أسبوعية ليومية لتلفزيون ومتعب قتيبة. أوسخ عمل في الدنيا هو الإعلام، سهل جدا تراضي الكل وترتشي من الكل أو تشارك الكل. من قسم الرياضة ممكن تدخل ملايين لأكبر قسم كلها تدخل فلوس، لكن صعب جدا انك ما تقبل من احد شيء ولا تقبل اعلانات لمصلحة الكويت. ونكشف مزيد من النهب والتكسير اللي قاعد يصير في الكويت لمصلحة الكويت.